نرجو من سماحتكم توضيح لماذا تزوج الرسول منها صلى الله عليه وسلم. هذا أمر شرحناه سابقا مفصلا في المحاضرات، ومضمونه أو إجماله ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام وعلمه لعمار عليه الرضوان: إنها لزوجة نبيكم، مضمون الحديث، وإن الله زوجها نبيكم ليعلم أيهما تطيعون إياه أم هي. وهذا الأمر عمار احتج به على جند عائشة في يوم الجمل، لأنهم جاءوا إلى عمار وقالوا له: ويحك، أتقاتل أمك وزوجة نبيك؟ فأجابهم بمثل جواب أمير المؤمنين عليه السلام. وجواب عمار رواه أهل الخلاف أيضا: ليعلم الله إياه تطيعون أم هي. عائشة ابتلانا بها الله تبارك وتعالى، ابتلانا يعني اختبرنا نحن أمة النبي صلى الله عليه وآله، الله أمر نبينا بأن يتزوج هذه المرأة حتى يختبرنا ليرى أننا هل نتبع رسول الله وأمير المؤمنين وبالتالي نكون قد امتثلنا لأمر الله وأطعناه، أم نكون قد جرينا وراء عائشة وأطعناه.